لا تحسبوا أن إذا علم منا هوى لم تبق راياته، دول هي الأيام وكل بدايات ستتلوها نهايات. نزحت لأني ولدت في عام النكبة عام 48، نزحت وعمري 3 أشهر تقريبا، وسمعت طبعا قصص كثيرة ومن الأهل، من الوالد ومن الجد والجدة، قصص طويلة، ومن ضمنها البقجة تبعت المؤن أنه يطلع لنا فيها واعي ودور ونجر ونطارد. اليوم نعود مرة ثانية إلى برضو طبعا سوق الكانتو أو سوق طبعا اللي هو البالة. إحنا اللي أصبحنا جد وجدة، صرنا إحنا نروي اللي إحنا بنشوفه الآن 48 والآن 2023 2024. الذاكرة موجودة، ذاكرة الفلسطيني، ولكن هذه الذاكرة التي تتجدد تحفز فينا إن احنا بالأخير فلسطينية. أنا عندي 11 حفيد، ولكن كان معانا صعبة، بنحاول نخفف عنه قدر الإمكان. ضاعت عليهم بنت ابن الكبيرة في الجامعة، راحت عليها طبعا الدراسة الجامعية. سيستطيع شعبنا الفلسطيني أن يبني رغم كل هذا الألم، سيبني بداية لدولة فلسطينية مستقلة. أقول لهم فلسطيني، أنا اسمي فلسطيني ودمي درب شرياني فلسطيني، كتبت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين، عنواني فلسطيني.